بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة بقالنا كام يوم كده الناس بتطلع علينا، أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي يطلع علينا يقولك إيه يا جماعة، ما تباركوا للناس اللي بتكسب وللناس اللي بتعمل والكلام ده كله. الحقيقة أنا بستغرب جدا من الكلام ده، لأنه أنا ما عنديش مشكلة أن أنا بارك لأي حد. أي منافس بيلعب 10 ماتشات قبلي، أو بيلعب 15,000 ماتش قبلي، أو بياخد بطولة أو كذا أو كذا، ما عنديش مشكلة. ولكن مشكلتي هي عدم تحقيق العدالة. يعني إيه عدم تحقيق العدالة؟ يعني لما بيبقى عندي ضرب الجزاء وما بتتحسبش، لما يبقى عندي هدف ولم يحتسب، لما يبقى عندي كرة رفعت ودخل الجون وما تتحسبش جون، يقول لك أصل دي فاول. فأنا عندما يتم تحقيق العدالة هنكون أو هنطلع نقول لأي منافس، أي حد بينافس النادي الأهلي، هنطلع نقول له ما عندناش مشكلة إن احنا نقول مبروك، ولكن مبروك على إيه؟ أنا مش فاهم. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء حدث. لو بنتكلم في أفريقيا خدنا أفريقيا ولسه أفريقيا اللي بعديها لم تبدأ، لو بنتكلم في الكاس خدنا الكاس ولسه الكاس بنكمل فيه، مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل فيه. خدنا لو بنتكلم على السوبر خدناه، الأفريقي خدناه، لو بنتكلم على السوبر المحلي لسه هيتلعب، لسه لم يحدد ميعاده، وبالتالي إيه الدوري؟ دوري لسه فاضل فيه ماتشين، محدش عارف، نسبة أقل، ولكن في نفس الوقت لسه المباريات نظريا المباريات لسه ماتشين، ويا عالم ايه اللي هيحصل في الماتشين، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. بنسبة 95% او قد تكون اكبر من 95% الاهلي مش هياخد الدوري. ولكن خليني اقول لحضراتكم ان انا دائما او اتعلمت جوه النادي الاهلي كده، ان انا اتمسك بكل لغاية اخر صفارة من الحكم. ما عنديش اي مشكلة ان انا اقول هذا الكلام، ودايما بطلع اقول على الرغم ان البعض بيعار، لكن لا، انا بطلع اقول هذا الكلام لان هذه هي الحقيقة. هفضل ألعب لغاية آخر لحظة، وهفضل أموت نفسي في الملعب لغاية آخر لحظة. ولكن حتى لو مباراتي تحصيل حاصل، أنا بلعب على المكسب.